كان ممكن اقول لك ما بعرفش ستات، مش عايز اكذب عليك، مفيش حاجه بينا مش مظبوطه، المشكله في انا لوحدي. اسمي ما بتكفيهوش ست واحده، بس انت مالكيش ذنب، انت قمر، وانا كده طول عمري من قبل ما اعرفك، مفيش حد خالي من العيوب. طمع يمكن، بس ده أنا كنت عايز نمشي. الكلام الفارغ ده مش تروح فين؟ طبعا لا، انت مش هتمشي من هنا ابدا، زمان كنت فاكرة عشان أنا مش بحب مايكل، عشان كده مش بنجيب ولاد. دلوقتي أنا بس لنفسي أني مش بنجيب ولاد عشان أنت مش بتحبني. طب إحنا نجيب ولاد ليه بقى وأنت موجودة؟ انت محتاجة لي وانا محتاج لك، احنا قادر بعض. الكذب سهل والطلاق اسهل، الاثنين مش حل. عارف انك تقدر تفوتيني وتمشي، بس احنا جوازنا جواز كاثوليكي مفهوش طلاق. لا يا بيبي، انا اتجوزتك لدينك انت. بس احنا عائلتنا مفهاش طلاق ابدا. احنا قلتنا فيها قلتكوا فيها، بس انا مش هطلق. بتحبني محمود؟ الحب محمود، ان انا اعمل كل ده عشان بحبك. مش بس، يمكن كمان لانك عارفة انهم مشاركين جسمي مش روحي. مين في روحك؟ لم أصدق في أي وقت أن أقبل هذا الفهم للحب والحياة، ولكني قبلت هذا النوع من الحب وهذا النوع من الزواج. فهل هي حياة في قلب الحقيقة أم في قلب الكذب؟ Thank you.
استجد عندي امر مهم. بقالي كتير بقولك عندي مشاكل في الشغل. انا اتنقلت واحة في الصحراء الغربية اسمها سيوة. وبعدين؟ بعدين قريت ملف الواحة وادركت انك مش هينفع تسافر معي. انا كمان قريت ملف. قريتي ملف؟ لقيته شغلة في ليل ونهار، فكنت عايز اعرف ايه ده. طيب تبقى اصرت عليا السكة. البيت ده بيتك قبل ما يكون بيتي، انت عارفة كده كويس. تقدري تنتظريني هنا لحد ما ارجع، او تسافر ايرلندا تنتظريني هناك ولما ارجع ابعتلك. لو مش عايزة تنتظريني خالص هكون متفهم. انا مش قصدي حاجة وحشة، انا بس مش عارف اقعد هناك قد ايه، مش عارف اذا كنت هوصل ولا لا، ولو وصلت مش عارف اذا اكون هرجع حي ولا لا. انا رجلي على رجلك، انت مش هتسافر من غيري. انت قلت امبارح احنا قدر بعض. معلش حكي معاك شويه، انا مش رايح مدينه عاديه. عارف الطريق طويل وخطر جدا. عارف القوافر اللي بتتوه اكتر من اللي بتوصل. عارف واحدة تحبسي في البيت، عاداتهم هناك صارمة جدا. عارفة ومفيش مأمور رجع من هناك حي. عشان كده لازم أجي معاك عشان أحميك. على ما رجعت تكوني فكرتي كويس جدا. هتستنيني هنا في القاهرة ولا تسافري أيرلندا تستنيني هناك؟ مبروك يا هدرة الساق محمود، عفوا قصدي هدرة المامور محمود. مبروك علي يا فندم، بتعاقبوني وبعدين تباركولي. انت عارف ليه اقتناك انت بالذات للمهمة الصعبة دي؟ عشان محدش تاني عايز يروح. فضل اقعد يا محمود، اقعد. انا قريت ملفك، انت الساق فوق مع ان سجلك فيها نقط سوداء، تفهمني؟ اختياري للمهمة مستر هارفي لان ظابط كفء ولا لان سجلي فيه نقط سوداء؟ انت اذكى من انك تستنى اجابة على السؤال ده. وشفت الملف في الواحة، واعتقد انك اكيد عملت زي اكيد. طيب قولي ايه رايك في المكان ده؟ ما اقدرش اقول رايي في مكان ما شفتوش. صح، بس في حدود معلمتنا أهل الواحة مزعجين، هيعملوا مشاكل مع الحكومة والناس دي متوحشين، ولا أنت شايف إيه؟ متوحشين؟ أنا مهمتي إيه مستر هارف؟ مهمتك الأولى إنك تلم منهم الضرائب، كل الضرائب المتأخرة والجديدة.